افتتح اليوم معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بوابة اكسبو 2020 دبي ضمن فعالية خاصة احتفاء بمرور 50 عاما على انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي منذ تأسيسه للمرة الأولى في يناير 1971 وتتويجا لسنوات من الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.